هي المرة الأولى التي يزج فيها كبار المسؤولين المتهمين بقضايا فساد إلى السجون في معركة تقول عنها الحكومة الأشد ضراوة لمحاربة المفسدين. متخصصون في مكافحة الفساد أكدوا أنه يجب مراقبة من يتسبب بالفساد وملاحقته واسترداد الأموال التي تسببت بمشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية. الأزمة الاقتصادية اللي احنا بها هي نتيجة الفساد. على الحكومة أن تستند على سياسة وطنية عامة واضحة قابل للتنفيذ، قابل للقياس، قابل للمراجعة، قابل للتقييم والتقويم من أجل وقابل للرصد أيضا، وسترى الشعب كله يعني مع أي جهد آخر، لا سيما نحن لدينا قضاء وقبل القضاء لدينا جهات رقابية، ديوان رقابة المالية تقاريرها تصدر، هيئة النزاهة دنا نطلع على ملفاتها، نحن مع أي جهد يعمل من أجل مكافحة الفساد. المادة 33 لسنة 2011 حددت النزاهة الفساد الإداري والمالي، كل من يستغل الوظيفة والرشوة والتزوير وغيرها بأنها جريمة وحق عام لا بد أن يحاسب عليها القانون. نحتاج وقفة شجاعة من قبل القضاء وقرارات قوية وصارمة بتطبيقها، تكون واجبة التطبيق على كبار رؤوس الفساد أو صغارها، وسن تشريع قوانين شفافة ساندة لجهود مكافحة الفساد مثل قانون الكسب الغير المشروع وقانون مكافحة الفساد، ووضع نص قانوني جرم كل من يمتنع عن إفصاحه بما في ذمته المالية وتوضع عقوبات رادعة له. ويعد تسلح الفساد بوسائل من التحايل المختلفة، يؤكد المتخصصون على توسعة منافذ الرصد لإيقاع بالمفسدين وتقديمهم إلى العدالة. الجهد في مكافحة الفساد يجب أن يكون مشتركاً بحسب متابعين لبناء مجتمع محصن ثقافياً لإنهاء هذا الملف الشائك الذي حطم مجمل الحياة الاقتصادية. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.